السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض المنبار. المنبار يعني حوار. تعالوا نشوف المقادير بتاعت المنبار بتاعنا ايه. معانا نص كيلو منبار مغسول ومتنظف كويس جدا، نص كيلو منبار، بصلتين كبار متقطعين، كوبايتين عصير طماطم، خضرة، نص كيلو رز مغسول ومنقوع نص ساعة، التوابل بتاعتنا معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة ملح. هنا جبنا حلة على النار وحطينا فيها الزيت ونزلنا بالبصل، نقلب البصل شوية لحد ما تدبل البصلة كده، تدخل في انها تدبل، وننزل بعصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، نزلنا بعصير الطماطم هنقلبها شوية، وبعد كده ننزل بالتوابل، نحط التوابل بتاعتنا ونقلبها شوية ونسيبها على النار تتسبك مش كتير، دايق كده غلوتين تلاتة على النار وكفاية. انا هنا غسله المنبار يا بنات، غسلها بضمير والله بضمير. هقول لكم غسلته ازاي، انا معلش ما صورتش غسيل المنبار. هنا لقيت التسبيكه بتاعتي ناقصه ملح، فحطيت لها نص معلقه ملح. نرجع لغسيل المنبار. انا جبت طبقين دقيق، وكل طبق حط عليه معلقتين جنزبيل بودر وغسلته بيه، طبعا قلبته وقعدت اغسل فيه، وبعد كده غسلته طبعا بخل وليمون وملح كل مره طبعا لوحديها، واشطفه وسبته يتصفى. زي ما انتوا شايفين كده قطعته الممبار عشان يبقى جاهز معايا، ما اقعدش احشي واقطع احشي واقطع، اللي قطعته وركنته. هنا التسبيك على النار خدت كام غلوه ونزلت بيها على الرز على طول، شايفين البخار طبعا. هنا الكاميرا ظلمه الرز بتاعنا، ظلمه اللون، لونه احمر. الخضره دي انا ما حطيتهاش كلها، حطيت نصها، شفتها كتيره شويه حطيتها، حطيت نصها. طبعا انا مظبطه الملح بتاعه ومظبطه كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده. انا غسلت كتير في المنبار ده، جايز اكون اوفر شويه، بس والله ما اعرفش اغسله كده اي كلام، لازم اغسله بضمير يعني، ولو كان في الامكان اغسل اكتر من كده كنت غسلت. زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعاه. هنا هجيبت طبق ونزلت فيه شويه رز عشان الرز كله بتاعي ما يتهدرش او ما يبص من بقيه الحشو. المنبار طبعا ده والله ما فيه زفاره خالص خالص، ريحته جميله زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الصباعين كده والتالت مسكت برضو بيه وبحشي المنبار. الطريقه دي سهله سهله جدا يا حبايب قلبي. لو معاك 2 كيلو منبار هتحشيهم في اقل وقت زي ما انتوا شايفين كده، ما تمليش المنبار قوي، شايفين. هنشوف مع بعض تاني وانا ايه طريقه الحشو، شايفين الصباع ده والصباع ده والتالت من قدام، وتحطي المحشي وتخليه معلش وتحشيه. هات بالطريقه دي زي ما قلت لكم هيبقى سهل، مش هتاخدي وقت فيه. طبعا انا جهزت حل على النار وهحط فيها طماطم وبصل وملح، واسيبه ايه واحط فيه المحشي. بعد ما اخلص الكميه كلها احط المحشي يتسلق زي ما انتوا شايفين كده. انا وريتكم كام واحد، وبعد كده ايه بكمل الحشو. الرز لو اتبقى معاك رز ممكن تحشي بيه فلفل، كوسه، اي محشي ممكن تحشي بيه او تحطيه في الفريزر، مش هيجرى حاجه يعني، ما تستعمليه بعدين مش هيجرى حاجه. زي ما قلت لكم كده حطيت حل على النار وحطيت بصل وطماطم واسيبه يغلي على النار. اول ما يستوي طبعا على طول هنحمر المنبار بتاعنا. انا هبقى اصور لكم حلقه وانا بغسل المنبار.
عشان تعرفوا قد ايه خدت وقت في الغسيل او اوفر في الغسيل كده، واسيبه بعد كده يستوي. هنا طلعته وحمرته وجهزته، وبالهنا والشفاء، ويا رب تجربوا الطريقة جميلة، طعمه تحفة، طعمه جميل جدا. جربوا الطريقة دي ومش هتندموا انكم جربتوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.